صورة جميلة ولكنها ليست الواقع. الجزيرة مباشر، واقع الحال. نحن هنا في مريس، نقف في المنتصف، نقف في على اليمين الدفاع عن أرضنا ولن يتجاوزوها، وفي الشمال وفي اليد الأخرى السلام وغصن الزيتون، الهدنة. نحن نحترم الهدنة، نحن دعاة سلام، لا نريد اختراق الهدنة، لكنهم يخترقونها منذ الوهلة الأولى. وفي الأمس كان هجوم يعتبر هجوم كاسح، إن لم إنجاز التعبير، كان هجوم كاسح، لكن شبابنا كانوا بالمرصاد، كانوا لهم بالمرصاد، قتلهم الشباب، جثثهم ما زالت مرمية هناك في الشعاب في العوارض. نحن لا نريد القتال، نريد السلم، نريد الهدنة، نريد لبلدنا أن يستقر، لكنهم لم يحترموها إطلاقا، ونحن لهم بالمرصاد إن شاء الله. لقد قاموا بالهجوم على زملائنا نصف الليل، لم يعني بهجوم مباشرة، وبعدها قمنا بصدهم وردينهم عن عدوانهم الغاشم الذي يندعون أنهم على حق وأن احنا على باطل. باليد، كل حاجة باليد. وطنية للتنمية الإنسانية بقلق بالغ ما يتعرض له آلاف المختطفين والمخفيين قسرا داخل سجون جماعة الحوثي والرئيس السابق من أعمال تعذيب أودت بحياة عدد منهم وتسببت في إصابة البعض بإعاقات وعهاهات دائمة، فيما لا يزال آخرون منهم يرزحون تحت وطأة التعذيب حتى اللحظة في ظل صمت دولي وإقليمي مخزي ومريب. وإن المنظمة إذ تدين كل حملات الاختطاف والاختفاء القسري التي تمارسها جماعة الحوثي وقوات صالح
بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيادتها وما يرافقها من تعذيب جسدي ونفسي، تؤكد في الوقت ذاته أن هكذا أعمال وممارسات تمثل انتهاكات وجرائم جسيمة لا تسقط بالتقادم، بل وتصنف طبقا للقوانين الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل اليمن كجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تستوجب محاكمة مرتكبيها وإحالتهم إلى محكمة الجنايات الدولية، كما تدعو المنظمة كافة الهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى القيام بواجبها القانوني والإنساني تجاه المختطفين والمخفيين قسرا في اليمن، وتشكيل ضغط لوقف مثل هذه الممارسات والانتصار للضحايا وأسرهم الذين لا تقل معاناتهم عن معاناة أبنائهم القابعين خلف قضبان الميليشيات لفترات متفاوتة تجاوز بعضها العام والنصف. وتطالب المنظمة الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن إعطاء ملف المختطفين والمخفيين قسرا والمعذبين أولوية في قائمة اهتماماتها باعتباره البوابة الرئيسية للولوج إلى أي عملية إحلال سلام قادم في اليمن. وتشدد المنظمة كذلك على ضرورة إدراج ملف المختطفين والمخفيين قسرا على رأس جدول أعمال محادثات الكويت التي تجري حاليا بين الأطراف اليمنية برعاية أممية وإقليمية، والخروج منها بقرارات تفضي إلى حل جذري لهذا الملف المثخن بمعاناة وآلام آلاف الضحايا المدنيين وأسرهم في عموم اليمن، صادر عن الوقفة التضامنية مع المختطفين والمخفيين قسريا والمعذبين داخل سجون ميليشيات الحوثي والرئيس السابق. تعز السبت 30/4/2016. تم رصد العديد من الحالات الإخفاء القسري والتي فاقت 2800 حالة، بينما تم توثيق 431 حالة إخفاء قسري وتم توثيق 105 حالات تعذيب. والمنظمة بفريق الرصد التابع لها تسعى لتوثيق كل حالات الانتهاك التي تقوم بها الميليشيات والقوات الموالية للرئيس السابق، وتعمل جاهدة على رفع تقارير بذلك إلى الجهات الدولية، والعمل على جعل قضية المعذبين والمخفيين قسرا قضية رأي عام يشارك فيها الجميع حتى يتم إيقاف هذا العبث بحقوق وحريات المواطنين والحيلولة دون استمرار هذه الميليشيات في الإقدام على هذه الأعمال الإجرامية، ومحاسبة من يقترفون تلك الجرائم، لأن الإنسان هو أساس التنمية وعمودها، وإذا تعرض لانتقاص أو اعتداء فهو اعتداء على الوطن بأكمله، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. شكرا. على كل نحن اللي نوعدك نحن نتابع. تمام. شو اخبارك؟ انت ايش اللي عندك انت؟ كنت ايش قال لك؟ الله عليكم. طبعا هذه كذا بس نقول ردك زيارتكم معنا وربنا يطمنا. تمام. مش مكان ناصر؟ صار قبل السفر للخارج يا ابني تحققوا التقارير خارج السعوديه، وانا رحت لنفسي وسلمت واحد
السلام عليكم. تعال تكلم. ما عاد عرفوا شو الناس الصدق من الكذب. الان قالوا بيعملوا لجنه طبيه ثانيه، وزير الصحه يكلم لجنه طبيه تدور على المستشفيات كلهم. اللي احتاجوا سفر مركز الملك سلمان قالوا انه بي سفرهم. مصاري احنا بدانا المره الاولى كنا نعمل مصاري بداتهم ب 50 خلال 20 لو قرر وزير الصحه بعد بكره لجنه طبيه اللي بيجي يحتاج سفر ما بيقدرش يقول له ما تروحش، هو بيتضرر اللي دخل بالغلط وما يحتاجش. يتم معالجته وعلى مر الدولة ويقدم فيه مساعدات للمال. نحن عندنا زيارة تكليف من وزير الداخلية نفقدهم ونشوف حالتهم، وأي واحد محتاج له سفر جاهز للدولة يعني مرة تسفرهم. احنا بصفتنا كوكيل محافظة لشؤون الجرحى سوف نقوم باللازم ان شاء الله باذن الله وربنا يقدرنا، ونرفع لكم اسماء من اللي يحتاج سفر خارج ان شاء الله باذن الله مساهمتكم معنا. ولا طال لنا شرف، طال لنا شرف. انا هذا يعني بطل لانه كان بحب ام الواحد ان شاء الله، ومحضر معهم مجموعه من الشباب بعضهم الله يلعب اسمعهم الله يرحمهم. توفوا الاحرار الله، وان شاء الله نكون الشهداء ان شاء الله. ان شاء الله يعيد ان شاء الله في الجنه باذن الله. وين المدخل؟ سامحونا شكرا لكم الله ان شاء الله.